ما اسم هذا الشجرة يا أخي؟ اسمها البوباب. البوباب. نعم شجرة البوباب. ما شاء الله ما شاء الله. وما معنى البوباب؟ يعني بوباب هذه تسمية فرنسية. تسمية فرنسية. ولكن عندنا في اللغة المدغشقرية نسميه رينالة. رينالة بمعنى أم الغابة. أم الغابة. أيوة نعم. آه نعم. طبعا هو هي تعتبر البوباب يعني أكبر شجرة يعني موجود في مدغشقر. في مدغشقر. أي نعم. هي أكبر. أكبر أكبر. سبحان الله. نعم. وأظن حتى في مستوى عالمي. لا في السودان نعم. وجدنا فيه نوع. شكل ولا نوع؟ لا نوع آخر. أي كبيرة جدا. نعم. هل يعني في لها تعلق؟ بعض الناس يتعلق بها بالعبادة أو شيء. أيوة نعم طبعا هذا ما نراه. أيه. مثلا السياحيون الذين يأتون من اليابان كثير. من اليابان. من اليابان خاصة. أيوة. إذا وصلوا في هذه الشجرة يقفون يعني في تحت الشجرة. نعم. وهناك طريقة نعم يعملون بها هكذا. يحضنون الشجرة. يحضنون الشجرة. تجد منهم من باب التعبد يعني التبرك بها بالأشياء. هذه الشجرة. حسبنا الله ونعم الوكيل.